مشاهدينا الكرام، الحديث بهذا الموضوع معنا احد الضيوف ينضم الينا عبر الهاتف، الشيخ عبد القادر النايل. اهلا بك الشيخ عبد القادر. عذرا، يعني بدايه، كيف ترى حال المحافظات المنكوبه والمستعاده من تنظيم الدوله في ظل حديث مجلس حديثه عن 2000 عائله من عوائل الضحايا والجرحى تعاني اهمالا حكوميا؟ اهلا وسهلا بكم وبمشاهديكم الكرام. من المعلوم تماما أن هذه المحافظات تتعرض إلى استهداف ممنهج حكومي وبطريقة حقيقة تتنوع بكثر الآليات التي يتم استهداف بها هذه المحافظات، حتى الذين كانوا جزءا من مساندة هذه الحكومة في استعادة أو المحافظة على مناطق معينة كقضاء حديثة وغيره لم تسلم من ممارسات الحكومة المقيتة والطائفية تجاه هذه المدن، فبالتالي هناك استهدافات منهجة تتعمد فيها الحكومة على أن تكون هي من تريد التضييق الكبير على هذه المحافظة. شيخ عبد القادر، النائبة جميلة العبيدي صرحت أنها ستقاضي الحكومة لتنصلها من واجباتها تجاه المحافظات المدمرة، برأيك هل تجدي هذه الخطوة نفعاً؟ يعني من المؤكد تماما أن هذه الخطوات كان المفروض أن يتم الإقدام عليها منذ عدة، ما دام هؤلاء ضمن إطار العملية السياسية وبالتالي ضمن إطارهم هناك واجبات متعددة، كان المفروض أن يسمح أولا بإقامة دعاوى من خلال إيصال العوائل التي تم اختطافها من قبل قيادات الحشد الشعبي. هناك عوائل في الموصل، هناك عوائل في صلاح الدين، وهناك عوائل في الأنبار، حتى يمكن من خلالها هذه الإجراءات أن يتم إصدار أوامر قبض على قادة الميليشيات. وما تفعله هذه النائبة الذي عجز عنه هؤلاء الرجال الذين يدعون بتمسكهم بالعملية السياسية ربما حجة الضعفاء داخل العملية السياسية، لكن عليهم أن يطرقوا حتى يتبين هل هذا القضاء الذي يتبجح فيه رئيسه مدحت المحمود الذي ترعى المخالفات القانونية للمالك، هل هو عاد ويقبل مثل هكذا دعاوى وينصر فيها حتى يتبين للعالم؟ وإلا نحن نعلم أنهم يملكون القرار والقضاء مسيس وأن كل شيء مملوك لهذه الحكومة، وبالتالي هي تعمد على ممارسة كل قراراتها اللاقانونية بشرعنة قانونية وهي مخالفات واضحة. طيب، لكن هذه الخطوة المفروض تتبعها خطوات أخرى من خلال أن الداخلين بالعملية السياسية والذين يروجون لعدالتها ولضروريتها أن يذهب كل نائب سواء من الأنبار أو صلاح الدين أو الموصل، وأن يوصلوا، لأن هناك إجراءات أمنية ضد العوائل التي تريد إقامة دعاوى على استفاء أبنائها، وكذلك في مسألة بقية الأمور الأخرى الجرحى وغيرهم، لأنه حقيقة هذه الحكومة مدعومة باتجاه تطهير عرقي وطائفي وأصبح القضية واضحة للجميع. طيب، قائم مقام راوة أكد أن سيطرة الصقور تمنع سكان مدينتي القائم وراوة من دخول بغداد، لماذا يستمر اتباع هذه السياسات من قبل القوات الحكومية؟ القوات الحكومية تريد إيصال رسائل واضحة خصوصا للأنبار أن بغداد لا ترحب بكم وهي عاصمة العراقيين، وبالتالي معلوم تماما هذه الإجراءات متبعة ليست فقط حتى التضييق على بقية الأقضية والنواحي، وبالتالي ما يجري الآن في عمليات راوة والقائم هو تمهيد لعملية إخراجهم من بغداد، لأن هناك عوائل موجودة في بغداد وصلت لدينا معلومات أن عوائل في بغداد تراد أن يطردوهم للقائم براوة، وبالتالي عملية منع دخولهم إلى بغداد حتى المرضى هذه إجراءات معلومة لا قانونية ولا إنسانية ولا تمت إلى أن تكون هناك حكومة في بغداد عائلة. تؤكد هذه الأجهزة على أنها أجهزة قمعية لا تأبه للمواطنين. طيب، والدليل اليوم ضابط مكافحة الإرهاب جواد لؤي إلياس بن محافظ النجف تبين أنه هو المورد الرئيسي للمخدرات في بغداد. شيخ عبد القادر، الآن بالانتقال إلى موضوع الانتخابات، ميليشيات الحشد والكلام من مصادر مطلعة ونقل الموضوع على موقع الهيئة نت، ميليشيات الحشد تساوم النازحين من ناحية يثرب جنوب محافظة صلاح الدين
من أجل الذهاب للتصويت حصرا لقوائم الحشد الشعبي وتحديدا منظمة بدر من أجل أن يعادوا إلى مناطقهم، كيف ترى هذه الإجراءات؟ هذه الإجراءات حقيقية وواقعية، وهي إجراءات تعكس سيطرة الحشد على الملف الأمني، ومن يمتلك الملف الأمني يمتلك صندوق الانتخابات، وهذه المعلومات دقيقة ليست فقط في يثرب في الأنبار، هم في اجتماعات المقربين من الحشد مع قيادات الحشد يقولون لهم نريد من صلاح الدين والأنبار وتوصل 25 إلى 30 مقعد لصالح قائمة ميليشيات الحشد بقيادة فادي العامري. هذه الإجراءات تؤكد على أنه لا انتخابات فيها، وبالتالي أن هذه المحافظات أيضا سيتم تزوير على الانتخابات لصالح ميليشيات الحشد كما زورت انتخابات أبو غريب وهي كانت غرقانة بالماء كامل وخرجت نتائجها بنسبة 90% للمالكي. لذلك هذه إجراءات حقيقية وواقعية، وهي تؤكد حقيقة على أنه الحشد يريد السيطرة على هذه المحافظة. الشيخ عبد القادر النايل الناشط السياسي، شكرا جزيلا لك.